احنا سعداء ان تقيم طيران الخليج هذا التكريم للاعبينا الشباب اللي احرزوا لاول مره كاس الخليج. وكاس الخليج بالنسبه لي حلم قعدت يمكن 50 سنة انطره، والحين الله حقق لنا. احنا بالنسبه حق الفريق المنتخب ودوره الخليجي 24 كان لنا دور فعال، حيث ان احنا قمنا بنقل اكثر من 2000 مشجع الى ومن مملكه البحرين، وكان التحدي نقل المسافرين بهذا العدد الكبير في غضون 24 ساعه. فالحمد لله توفقنا ويبنا الكاس على اخر رحله، فهذه شرف لنا كناقله وطنيه. من رجعنا من البطوله للحين ما قعدنا صراحه، يعني الاحتفالات في كل محل، كل محل في البحرين يبون يحتفلون يا لاعبين المنتخب يا منتخب البحرين. انجاز غير مسبوق يعني، فطبيعي يصير هذا الشيء يعني، وان شاء الله القادم افضل. الحمد لله طبعا احنا وايد وايد مستانسين ويا الشعب الصراحه، ما تخيلنا هاي الاجواء كلها في البحرين، الناس مستانسه، كل مكان كل ما تروح مكان الناس تسلم عليك، وايد هاي فخر لنا ان احنا قدرنا نسعد هالناس، هاي اكثر شيء فرحنا الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله الله يدوم نفاحه علينا وعليكم. بهالمناسبه نحب نشكر طبعا طيران الخليج على هذا التكريم وهذه الحفله، ما قصروا، وان شاء الله نقول ان شاء الله دوم الافراح، وهذه بدايه الانجازات باذن الله. والله بالعكس هالشيء مفرح ان احنا نشوف ان احنا قدرنا نرسم السعاده على ويو هذه الناس. وش انا اقول هالشيء طبيعي يعني، انت الانجاز هاي كنا بفتره طويله ننتظره يعني، فحقهم انهم ياخذون فتره طويله يفرحون، واحنا بعد نفس الوقت يعني فرحانين لفرحهم يعني. ما قصروا والله، اشكرهم على هاي الاحتفاليه وعلى هاي الدعوه والمبادره، ما قصروا ويانا واشكرهم.